تمام، بتابع معاكم اهو. كل الموجودين سامعني؟ تمام، كله بيكتب رقم واحد. تمام. تمام، خلونا كده نكمل. محدش يا جماعة لو سمحتوا يفتح اتصال شديد. المايك. محدش يفتح المايك لو سمحتم. هفتح معاكم شير سكرين تاني. سكرين، تعالوا كده نبص كده بصة سريعة على الأرباح اللي احنا ممكن نعملها بشكل يومي. طبعا في اليوم بينزل كذا صفقة، زي ما بوريتكم كده بندخل بس البيانات اللي وصلتنا، واحنا اللي بنحدد حجم الصفقة وفقا لرأس مالنا هو قد ايه. خلونا نبص كده على نموذج من الصفقات دي. طبعا كل صورة بتعبر عن صفقات يوم، وكل سطر بيعبر، يعني انا عايزاكم تفهموا ازاي الصفقات دي بنقرأها. مثلا في الصورة دي احنا عندنا اي ودي اس سي اتش اف، دول زوجين العملات. الصفقة دي كانت باي مش سيل، يعني جالي الأمر فيها أو الناس اللي هتشترك معانا هيجي لها الأمر إن أنت تدخل الصفقة دي باي مش سيل. واحد معناها إن النقطة بعشرة دولار، وهشرح النقطة دي بإذن الله بعد شوية. الصفقة دي كسبت 274 دولار. الصفقة اللي بعدها كسبانة 223، واللي بعدها عندنا الصفقة بتاعت الإي يو آر إي يو دي كسبانة أكتر من 2000 دولار. طبعا دي برضو صفقة واحدة لأنها عملت نقط كتير والنقطة محسوبة ب10 دولار. فتخيلوا التوتال ده، دي أرباح بتاعت يوم واحد فقط. كذلك برضو عندنا يوم تاني أهو، دول صفقتين أهم في اليوم ده. واحدة عاملة 352 دولار، دي صفقة، والصفقة التانية 294 دولار. عندنا هنا برضو تقريبا الرينج المتوسط بتاعهم التوتال الثلاثة تقريبا 1000 دولار. هنا برضو تقريبا الرينج في حوالي 1200 أو 1300 دولار. كل صورة بتعبر عن صفقات يوم واحد. عندنا هنا برضو تقريبا دول حوالي في رينج 2000 دولار، دي برضو صفقات يوم واحد. عندنا صفقة هي برضو صفقة اليورو يورو، دي عاملة صفقة واحدة مكسبها 1440 دولار، صفقة واحدة. وهكذا. طبعا كل الحاجات دي احنا بنشاركها مع الناس في الجروب، وكل يوم وكل اسبوع بننزل التوتال بتاع نسبة الارباح والخسارة. طبعا زي ما انتم شايفين ان معظم الصفقات، يعني مثلا احنا لو جينا نبص لليوم ده شوفوا كام صفقة ناجحة مقابل صفقة واحدة بس خسرت 35 دولار. فطبعا نسبة الخسارة بالنسبة لنسبة المكسب مش هتتشاف اصلا. لما يكون انا كل الصفقات عندي لما بتكسب بال 4000 وال 6000 وال 800 وال 900 دولار، فالتوتال بتاعهم ممكن يعمل 10000 دولار في يوم. يوم ما صفقه تخسر 35 دولار ولا ان شاء الله حتى 100 دولار مش هتفرق. فدي قوه التوصيات، ان قد ايه نسبه التوصيات الناجحه مقابل نسبه التوصيات اللي ممكن ما تنجحش. واحنا بنحدد ان الخساره اللي هيخسر قد ايه بس من راس ماله. فطبعا نسبه الخساره مش بتتشاف اصلا او مش بتكون ظاهره مقابل نسبه الارباح. عندنا مثلا هنا دول مثلا 3 صفقات اهم في يوم، في منهم اللي كسبت 1600 دولار، وفي منهم 300، وفي واحده منهم خسرت 100 دولار. فمش هتفرق، مش هتبان اصلا الخساره دي في وسط كل المكسب ده. نموذج تاني برضو اهو، كام صفقة، واحدة كسبانة 100 وي، وواحدة 87 و 140 و 144 و 90. يوم ما واحدة فيهم تخسر 20 دولار ده مش مبلغ مش هنحس بيه، النتيجة النهائية ايه؟ مكسب. تعالوا كده احنا كنا اتكلمنا عن شرح نقطة ان انا مثلا لو راس مالي قد ايه بحط رينج قد ايه يتحسب لي سواء في المكسب او في الخسارة. خلونا نشرحها كده. أنا لما بعمل الحجم الصفقة بالشكل ده اللي هو 1.00، كده أنا عاوزة إن النقطة الواحدة تتحسب لي ب10 دولار.
بمعنى ان انا يوم ما اكسب مثلا 20 نقطه، يوم ما الصفقه اللي انا دخلتها تكسب 20 نقطه، النقطه هتتحسب لي النقطه الواحده ب 10 دولار، يبقى كام؟ 200 دولار. طيب لو الصفقه دي نجحت طلعت للهدف التاني بدل الهدف الاول وجابت 50 نقطه، يبقى انا كسبت من الصفقه دي 500 دولار. طيب لو طلعت مثلا للهدف الثالث وجابت مثلا 100 نقطة، 150 نقطة، اضربوها في 10. وطبعا انا لو كتبت كده لو عملتها 10 هتتحسب النقطة الواحدة ب 100 دولار، النقطة الواحدة. بمعنى ان انا لو كسبت 20 نقطة هتبقى الصفقة دي كسبت فيها 2000 دولار من مجرد صفقة كسبت 20 نقطة بس. لكن طبعا لازم يكون عندي راس مال يتحمل، ما ينفعش اكون داخلة ب 1000 دولار واعمل الرينج كده، لان دي لو عكست عليا 10 15 نقطه هتاكل كتير جدا من راس المال. وطبعا احنا عندنا استراتيجيه ونصايح دايما بننزلها للناس، بنحدد لهم فيها ان اللي راس ماله كذا يعمل النقطه قد كذا، اللي راس ماله كذا يعمل النقطه قد كذا، بحيث ان تبقى ارباحه اكتر بكتير من خسائره وتغطي خسائره بكتير. طيب النقطه لو احنا عملنا هنا واحد كده، طبعا من بعد العلامه العشريه، لو انا كتبت واحد من بعد العلامة العشرية يبقى انا كده عندي النقطة بدولار، النقطة الواحدة ب1 دولار. يبقى لما كان قبل العلامة العشرية النقطة بدولار ب10 دولار، لو انا عملت 0 بوينت والواحد من بعد العلامة العشرية كده انا عندي النقطة الواحدة بدولار. وممكن اعملها ان كده ان الواحد مثلا يبقى في الاخر خالص انا كده النقطة عندي ب10 سنت بس، بحيث ان انا لو كسبت مثلا من صفقة 50 نقطة أكون كسبت فيها 5 دولار، ولو مثلا خسرت فيها 10 نقط مثلا أبقى خسرت دولار واحد بس، فبرضه هيبقى الربح بتاعي أكتر من الخسارة. طبعا الموضوع مش مقتصر على رقم واحد، أنا ممكن أعمل مثلا نقطة تبقى ب 20 دولار، ممكن أعملها وتبقى ب 30، أو أيا كان أنا اللي بتحكم فيها. ممكن أعمل مثلا النقطة يوم ما تكسب معايا، يعني خلونا كده نروح على الأمثلة اللي احنا كنا هنا بنشرحها. هنا مثلا لو بصينا كده مثلا ال20 اللي معمولة عند كل صفقة دي اللي جنب كلمة سل كده، النقطة بقد ايه؟ كل نقطة ب2 دولار بس، فصفقة جابت من ال2 دولار 90، وواحدة جابت 144. لو جينا مثلا نبص للصفقات دي، طبعا الربح بتاعها عالي جدا. ليه؟ لأن مثلا أول صفقة فيهم أهي النقطة معمولة فيها ب 20 دولار، كل نقطة ب 20 دولار، والتانية كل نقطة ب 40 دولار. فطبعا دي لو طلعت لي بس 3 4 5 نقط أنا طلعت منها بكام؟ 100 دولار أو بأكتر من 1000 2000 دولار. ده باختصار المشروع بتاعنا. طبعا خلونا نرجع للزوم كده ونفتح الداشبورد دي او البوردة بتاعتنا. كل المطلوب من الناس علشان ان هي تشترك في الفوركس، بنحتاج للتوثيق بطاقة الشخص ده، طبعا بنتابع معاه خطوات معينة. التوصيات بتجيله بالشكل اللي انتم شفتوه كده، بتجيله البيانات كلها جاهزة، بيروح بس المنصة يكتب البيانات زي ما هي ويستنى ان الصفقه بتاعته اوتوماتيك تتقفل لوحدها. هيجيله ان هي اول ما كسبت بتجيله ان هي كسبت، وبيجيله كسبت كام، ولو خسرت بيجيله هي خسرت كام. علشان انا عارفه ان كتير من الناس بتبقى حابه يعني قبل ما تدخل اي حاجه تجربها، وده ممكن ما يكونش متاح في شغل تاني كتير، لكن هو الحمد لله متاح هنا، ان في حساب انت تقدر تعمله حساب ديمو او حساب فيك مزيف، بيكون زي الحساب الحقيقي بالظبط. وظيفته ايه الحساب الديمو ده؟ ان انت تقدر مثلا، يعني احنا طبعا التوصيات دي اللي هي اللي فيها كل البيانات جاهزة، دي قناة لينا على التليجرام، المفروض ان احنا بندخل الناس القناة دي اسبوع مجانا. يعملوا ايه؟ يحملوا المنصة اللي احنا بنتداول عليها دي اللي انا وريتها لكم من شوية، اللي احنا بندخل عليها البيانات، بيعملوا فيها حساب فيك مش حقيقي، هم اللي بيحددوا راس المال اللي هم عاوزين يتداولوا بيه، ويستحسن طبعا ان هو يحددوه قراب يعني قريب من راس المال اللي هم لو بالفعل بدأوا يشتغلوا هيشتغلوا براس المال ده، وهيبقوا ياخدوا، هننزل لهم طبعا التوصيات مجانية الاسبوع ده، يدخلوا التوصيات زي ما هي بحيث ان ايديهم تتمرن على ان هم يدخلوا التوصيات دي،
ويكونوا شافوا بعينيهم الاسبوع اللي هم دخلوا فيه التوصيات دي، كل ما تنزل توصية يدخلوا يعملوها زي ما هي بالظبط، هيشوفوا اخر اليوم هي قفلت معاهم على ارباح كام، وكم صفقة بتخسر قصاد كم صفقة بتكسب، وبيجي لهم التوتال بتاع ارباحهم كل يوم، يشوف بقى هو كسب النهارده 200 دولار 500 دولار 1000 دولار على حسب ما هو هيحددها وفقا للرينج اللي هو هيمشي بيه المقارب لراس المال اللي هو يوم ما يدخل يشترك هيشترك براس المال ده. يبقى منها ان هو الاسبوع ده عارف رينج اللي هيجي له قد ايه لو هو حط قد ايه، ويكون منها اتعود ان هو يدخل الصفقات قبل ما يشتغل على الحساب الحقيقي عشان ما يقعش منه اخطاء. وبعد كده بإذن الله أي حد حابب إن هو يتابع الموضوع بقى بشكل حقيقي على حساب حقيقي هنتابع معاه خطوات التوثيق، لأن طبعا بيكون فيه حاجة اسمها بروكر أو وسيط بيشترك فيه، وكل حاجة بنتابعها معاه وبنعرفه إزاي الإيداع والسحب، ولما بينزل له أرباح إزاي بيقدر يسحبها وإزاي يوثق حسابه والكلام ده كله. وطبعا قناة التليجرام، في حد يا جماعة فاتح المايك ولا لأ؟ قناة التليجرام اللي بينزل عليها التوصيات دي زي ما قلت هي أول أسبوع فقط للتجربة فري بدون أي رسوم، لكن هي بعد كده تمن الاشتراك الشهري فيها 100 دولار مقابل التوصيات اللي بتنزل على الجروب ده اللي منها حضرتك بتقدر تحقق أرباح. وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا إن ال100 دولار دي أصلا يعني طبعا برضو الموضوع راجع لرأس المال، تقريبا ممكن من صفقة واحدة انت بتكسبها في اليوم تجيب ال100 دولار دي. كمان في حاجة تانية احنا اتفقنا في الاول ان الشغل ده زيرو تسويق، انت مش محتاج اي حد ولا محتاج اي طرف تاني، انت بتشوف التوصية من هنا بتدخل تعملها ارباحك بتنزل في حسابك، ممكن تحتاج بس لشخص وقت ما تحب تسحب الارباح بتاعتك، وكل شخص هيستلم ارباحه بالطريقة المناسبة ليه، اللي عاوزها فودافون كاش، اللي عاوزها على الفيزا بتاعته، اللي عنده بيبال، اللي عنده سكريل، اللي عنده ايا كانت وسيله السحب والايداع بتاعه، فهو مش محتاج ان هو يعمل ماركتينج. طيب افترضنا حد حابب يعمل ماركتينج، حد حابب تطوعا منه مثلا ان هو يعرف صحابه وقرايبه او ايا كان، الشخص ده على كل شخص هو هيجيبه هياخد 30 دولار كل شهر من الاشتراك الشهري بتاع القناه دي، هياخد 30 دولار ممكن بقى هو حر فيهم، عاوز ياخدهم فلوس كاش براحته، عاوز ان هم يضافوا ليه في حساب التداول بتاعه بحيث ان هو يزود راس ماله بتاع التداول برضه هو حر. لحد هنا تقريبا يعني انا اعطيتكم الخطوط العريضة، طبعا اكيد لسه في تفاصيل كتير وفي متابعة وفي حاجات، بس انا في الزوم ميتنج ده بوضح الخطوط العامة والعريضة للشغل ده وايه مميزاته. وبإذن الله الناس اللي منكم حابة ان هي تبدأ بالفعل ان هي تبدا تدخل قناه التليجرام دي وتاخد الاسبوع الفري من التوصيات وتبدا تجرب وتحمل المنصه وتشتغل على التوصيات، ولو عندها سؤال تساله ازاي تدخل التوصيه ازاي اي حاجه من دي بحيث ان هي تتعود، ده باذن الله باذن الله هتابعه معاكم على الـ الواتساب. في اي حد عنده سؤال سريعا كده اكتبوا لي على الشات، اي حد عنده سؤال سريعا كده قبل ما نقفل يكتبه على الشات عشان ما نتاخرش عن كده. الشركة اسمها ايه يعني؟ على الشات، معلش على الشات، هي مش شركة، الفوركس ده، الفوركس ده النقطة دي برضو احنا ما وضحناهاش في الأول، الفوركس هو شغال فيه كل حد في العالم تتخيله، البنوك المركزية احنا طبعا زي ما قلنا في الأول حجم التعاملات المادية اللي بتتم في السوق الفوركس يوميا بتتخطى 6 تريليون دولار، فده اكيد اكيد مش من محصلة افراد ان انا وانت وحد في اليابان وكم شخص هنا وكم شخص هنا، لا طبعا البنوك المركزية والبورصات العالمية وكل دول العالم شغالة فيه بتضخ اموال في السوق ده، فهو مش شركة وما هيش جهة مركزية، لان ببساطة خلوني افتح معاكم البوردة كده واشرح لكم هو ازاي. هنقول حاضر نجاوب بس على انا السؤال. بقصد الناس اللي هي بتديك انا بقصد الناس اللي هي بتديك التوصيات دي تبع ايه؟ التوصيات دي تبعنا، هو سيستم احنا شغالين عليه بيدفع له مبلغ كبير معين مقابل ان احنا بنعرف من خلاله التحليلات بتاعة السوق، وبنعرف من خلاله ان دلوقتي نبيع دلوقتي نشتري بناء على علم احنا اتعلمناه في سوق الفوركس ده.
يعني مش فوضى، مش توصيات بنعملها من دماغنا، لا ده تحليل ومعتمد على حاجات كتير احنا ممكن نتكلم عنها او ندي نبذة عنها. خلونا ندي نبذة مختصرة عنها، ان السوق ده مثلا بيأثر في الاحداث العالمية. انا لما يكون حاصل عندي مثلا اي حاجة في امريكا اثرت لي على سعر الدولار، بتفرق معايا في السوق ده، ممكن اكسب منها وممكن اخسر منها لو انا ما خدتش التوصية بتاعتي صح. فانا لازم طبعا، احنا بنوفر عليكم كل ده، كل حاجة بتيجي لحد عندكم جاهزة، فاحنا عشان كده بنعرف امتى نبيع وامتى نشتري. ليه ما فيش شركة معينة للفوركس؟ لسبب بسيط جدا، لان احنا دلوقتي قلنا ان احنا بنتداول على زوج عملات، احنا مش بنتكلم عن شركة بتبيع سلع. يعني تخيلوا معايا مثلا زوج عملات، مثلا الدولار مثلا قصاد الين الياباني. طيب احنا دلوقتي الدولار قصاد الين الياباني ده، احنا لو عايزين نحط مقر للشركة دي هنحطها في امريكا ولا هنحطها في اليابان؟ طيب دلوقتي انا عندي الدولار ده مش قصاد الين الياباني بس، لا، ما انا عندي الدولار ده قصاد الفرنك السويسري، عندي الدولار ده قصاد اليورو، عندي الدولار ده قصاد الباوند، عندي الدولار ده قصاد الجنيه الاسترليني. فهفضل بقى احط في كل بلد مقر معين يبقى لسوق الفوركس؟ لا طبعا، ما فيش الكلام ده. فما هيش شركة معينة ولا هي مقر مركزي. خلونا نشوف الأسئلة التانية اللي على الشات. أعرف أسحب فلوسي إزاي؟ كل الخطوات يا جماعة بتاعت السحب والإيداع بنتابعها مع الناس اللي هتشترك بالفعل، وكل حد حسب الطريقة المتاحة ليه. اللي متاح ليه بيبال، سكريل، اللي مش عارف يبعت، اللي فودافون كاش، اللي ايا كان، الطرق دي بنتفق فيها مع كل شخص في السحب والايداع. الحساب المجاني في التليجرام من غير اشتراك، من غير اشتراك لمده اسبوع علشان الناس تتمرن وتتعود ان هم ازاي يدخلوا الصفقات دي. فبندخلهم الجروب بيشوفوا التوصيات كل ما تنزل ويدخلوا يعملوها على الحساب الديمو او الحساب الفيك. ادخل قناة التليجرام امتى؟ لا، الناس اللي حابة بالفعل فكرة الفوركس، طبعا كل اللي انا قلته لكم ده انتوا لو كتبتوا فوركس على يوتيوب وعلى جوجل هتلاقوا مئات والاف الفيديوهات والمواقع، لان طبعا سوق كبير جدا يعني. لا، الناس عادي اللي حابب يشترك هندخله قناة التليجرام وهنعرفه ازاي يعمل حساب دي ويشتغل عليه ويدخل التوصيات عليه من دلوقتي، مفيش مشكلة. يكلمني على الخاص بعد ما نخلص الزوم ميتنج ده. ما هو أقل رأس مال يمكن الاشتراك بيه؟ أقل رأس مال $100 عشان تقدر إن أنت تحقق منه أرباح. لكن مثلا لو حد حط لي $10 هيعمل له النقطة بكام سنت؟ سهل جدا إن الـ10 دولار دي يخسرها، ويوم ما يجي له أرباح هيجي له أرباح إيه مثلا في اليوم؟ دولار. فأقل مبلغ، أقل مبلغ، وده مش تمن. يعني احنا لو نعرف الناس اللي في سوق الفوركس بتحط ايداع بـ50,000 دولار وبـ100,000 دولار، والحساب اللي بيكون قليل فيه $1,000 و5,000، فطبعا الـ100 دولار دي اصلا مش مبلغ في السوق ده عشان الشخص يبدا ان هو يعمل منها ارباح. ممكن الشخص اللي بيشخبط على الشات يبطل يشخبط؟ ماشي، الزوم ميتنج ماشي، هنكتب لك ان الزوم ميتنج متسجل، تقدر تسمعه بعدين. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده. يعني ايه فوركس؟ فوركس معناه سوق تداول العملات العالمية. صحيح، صح، فوركس هي اختصار لكلمة التداول في سوق العملات العالمية. أقل اشتراك $100؟ لا، هو في فرق بين الاشتراك في قناة التليجرام اللي بينزل فيها التوصيات، اللي هو مقابل ان انت برضو لو جبت اي شخص هتاخد $30 من قيمة الاشتراك ده، وبين المبلغ اللي انت بتحطه تتداول بيه. دي بقى انت وحريتك، وزي ما قلت القاعدة ان كل ما كان راس مالك اكبر كل ما كانت ارباحك اكبر ونسبة الخسارة اقل، والعكس صحيح. $100 دول كل شهر؟ لا، مش كل شهر، الواحد بيحط ايداع مرة واحدة بس، وراس ماله بيقعد ينمو مع الوقت. انا قلت بطلوا شخبطه لو سمحتم على الشات على البورده دلوقتي. مثلا لو احنا افترضنا، خلوه بصوا معايا كده، شخص مثلا حط $100، بعد واتيفر مثلا اسبوع بقت 120، بعد شهر مثلا بقت 200،
ما بيسحبش، هو حابب يكبر راس ماله علشان يمشي وفقا للقاعده اللي احنا قلناها، ان كل ما كان راس المال اكبر كل ما كانت الارباح اكتر، ويقدر يعلي الفوليوم او اللوت او الربح بتاع كل نقطه بما ان راس ماله كبير ويتحمل. فاحنا عندنا شخص ممكن مثلا دي استراتيجيه، يعني ان هو يحط 100 دولار ويجي اخر الشهر يتلاقي مثلا سي ان هي مثلا زادت 100 دولار مثلا زيها، فهيقول لا انا مش حابب بصراحه اكبر راس المال ده، وحابب افضل اشتغل على ال 100 دولار، فانا هسحب ال 100 الزياده دي. وممكن حد يقول لا انا هسيبهم يبقوا 200 عشان اضاعف اللوت بتاعي، وبدل ما كنت بكسب 100 دولار بس انا عايزهم يبقوا 200، وبعد ما يبقوا 400 يسيبهم، لا انا عاوزهم يزيدوا عشان اكبر راس مالي. دي حاجه ترجع لكل شخص وحساباته ومدى احتياجه لان هو يسحب فلوس من الارباح بتاعته، دي حاجه ترجع لكل شخص. فما فيش حاجه اسمها 100 دولار. لو قصدك 100 دولار كل شهر كاشتراك لقناه التليجرام اللي بينزل عليها التوصيات، ده حقيقي. لكن لو قصدك 100 دولار للتداول، لا هو راس المال بيتحط اول مره بس. طيب في اي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ ما فيش حاجه اسمها الربح بيكون 100% في اكبر، الربح ده امر متغير وفقا لعوامل كتير، وفقا لحجم اللوت، حجم الصفقات، لان الصفقات دي مش فوضى، حسب الفرص المناسبه اللي بنلاقيها ان احنا دلوقتي ننزل صفقات، حسب الفوليوم او اللوت اللي كل شخص بيحطه. ممكن شخص يكسب من الفوركس ارباح بنسبه 10%، هو مش حابب يخاطر. هضيفكم يا جماعه، هضيفكم من قناه التليجرام، حاضر. ممكن حد مثلا حابب يخاطر بنسبه 10%، بحيث ان هو يوم ما يكسب 10% زيادة على رأس ماله، ويوم ما يخسر ما يخسرش أكتر من 10%. هو حابب يمشي بحرص، فهو بالتالي مثلا لو حاطط 1000 دولار، هو عاوز بس منهم 10% مثلا في النهاية أو 20%. كل الحاجات دي احنا بنقدر نتابعها مع الناس ونعرفهم ازاي يحددوا النسبة اللي هم عاوزين يحطوها في السوق من حيث المخاطرة ومن حيث المكسب، الاتنين مع بعض. فبالتالي ممكن شخص يكون حابب يغامر بنسبة كبيرة حتى 20%، فده يوم ما يكسب راس ماله زيادة، فملهاش ضابط معين. طيب في أي أسئلة تانية؟ الزوم متسجل وهنرفع التسجيل، محدش يقلق. في أي أسئلة تانية قبل ما نقفل؟ على أي أساس بيترفع الأرباح أو بتقل؟ على حسب رأس المال والفوليوم أو اللوت أو حساب النقطة الواحدة زي ما شرحنا من شوية. الاشتراك بكام في القناة؟ ب100 دولار، ولو جبت أي شخص يشترك بتاخد 30 دولار من المية دي، طبعا بيكونوا ثابتين برضو معاك كل شهر. فاللي حابب يعمل ماركتينج براحته. بنتداول بعملة إيه في السوق؟ بنتداول على كل أزواج العملات، احنا بندخل كذا صفقة او بننزل كذا صفقة كل يوم. فممكن النهاردة تلاقي نزل صفقة اليورو قصاد الدولار، وصفقة كمان الين الياباني قصاد الفرنك السويس، الفرنك مش عارفة ايه قصاد الباوند، على حسب الصفقة بتجيبها. مش مشكلة، الناس اللي ما حضرتش معانا من الاول تقدر ان شاء الله هتلاقي اجوبة الاسئلة دي كلها في لما نرفع لكم الزوم ان شاء الله. 100 دولار للقناة و100 دولار 100 دولار و100 دولار. لو انت عاوز تبدأ راس مالك في التداول 100 دولار او 1000 دولار او ايا كان، وكده كده ثمن الاشتراك في القناة مقابل التوصيات. مش بس التوصيات، كمان التعليمات، لان احنا دايما محتاجين تعليمات علشان نتفادى اكبر نسبة من الخسارة ونوصل لاكبر نسبة من الربح، ونفهم السوق اللي احنا فيه ده قايم على ايه، وايه العوامل المؤثره فيه، ونفهم كل حاجه. فدي برضو حاجات بتنزل في القناه مش بس التوصيات. ايه تاني معانا؟ لو ما اشتركتش في القناه تعمل ايه؟ طيب اللي ما اشتركش في القناه وحابب يكسب من فوق الفوركس، يقدر بقى هو بنفسه يتعلم ازاي يتداول، وطبعا عشان يجرب في الاول اكيد هيحصل له خساره بما ان هو مش متعلم العلم ده. كانك بالظبط بتسال، هو انا لو مش بعرف اسوق ومحدش علمني السواقه وسوقت عربيه ايه اللي هيحصل لي؟ حاول انت تتعلم عشان تعرف تسوق من غير ما تلجا لحد يعلمك.
لو انت مثلا حد مقابل ان هو يخليك تكسب من السواقه هياخد منك مبلغ انت مش حابب ده، فاتعلم انت واكسب عادي. شوف اسئله تانية. وايه سبب ان اشترك في القناه؟ ما ممكن حد فيها يساعدنا، يساعدكم ازاي والقناه دي مش بت يعني مش بينزل فيها التوصيات كده بتهبط علينا من السماء؟ ده علم احنا بنتعلمه ومؤشرات معينة وحاجات بنحتاجها بندفع لها فلوس علشان خاطر نقدر نحلل السوق ونقدر نوصل لنتيجة ان احنا دلوقتي لازم ندخل نبيع او نقدر دلوقتي ندخل نشتري. فأكيد الحاجات دي مش مجانا يعني، ومقابل الربح اللي هي بتجيبه ال100 دولار دي اصلا مش مبلغ، مش فلوس. على الارقام اللي انا وريتها لكم ان في صفقة واحدة ممكن تكسب معاك 2000 دولار وزيادة يعني حسب برضو راس مالك، فال100 دولار دي مش حاجة. الصفقات شغالة معاك بشكل يومي. اي سؤال تاني؟ لا اقل ما اقل حاجة 200 دولار الاشتراك في القناة وراس المال بالظبط كده. اي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ طيب عموما لو في اي سؤال باذن الله هتابع معاكم على الواتساب، واللي حابب يدخل قناه التليجرام وحابب ان هو يبدا يجرب على الحساب الديمو هتابع معاه باذن الله الخطوات، وممكن كمان باذن الله انزلها لكم على الجروب اللي هو جروب الواتساب. طيب خلاص نقفل على كده، مفيش اي سؤال؟ العفو. طيب ماشي ماشي يا جماعه، يلا نتوكل على الله وكله يبدأ يخرج من الزوم ان شاء الله. اللي ما حضرش من الاول او الصوت كان بيقطع عنده الزوم ميتنج متسجل. ماشي، سلام عليكم.